عن امتحان السات، بعدين اذا كان في عندكم اسئله فيكم تسالوني خلال اول 10 دقائق، بعدين نبدا بالدرس ان شاء الله. كيفك عمر؟ عمر ليش انت ما انك موجود بمجموعه الواتساب؟ السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام، ازيك؟ كيفك؟ الحمد لله كويس. ما انك موجود بمجموعه الواتساب؟ أنا موجود في مجموعة بس مش عارف هي المجموعة الصحيحة ولا لأ. ماشي. مين دخل هلا؟ في حد دخل تاني؟ مين كان؟ تمام، اوكي. عموما اول شيء، كل واحد فيكم لازم يعمل حساب بالكوليدج بورد، هذا اكيد. حساب الكوليدج بورد، المؤسسه المسؤوله عن امتحان السات هي مؤسسه الكوليدج بورد، فانت لازم يكون في عندك حساب بالكوليدج بورد اجباري، هذا الحساب اكيد، ولازم تكون معلوماتك، اسمك وجواز سفر، ولازم تكون كل معلومات صحيحه هون. طبعا انا بعثت لكم فيديو عن الموضوع، وبرجع ببعث فيديو مره ثانيه مشان اذا كان في حد ما شايف الفيديو. لانك انت اذا بدك تحجز للامتحان، راح تحجز من خلال هذا الموقع. كيف متأخرة داليا؟ مسترش انت حاول افتح الدرس وما فتح عندي. طيب هلا مثل حال الامور داليا. اي تمام تمام. تمام. طيب انا بعثت لكم، راح ابعث لكم هلا على المنصه، على المجموعه، على الواتس، على الواتساب. وين انتم مين انتم؟ شو كان اسم المجموعه تبعكم؟ سات. هي سات، بعت لكم هون شلون فيكم تسجلوا بالكوليدج بورد. التسجيل اكيد لازم تسجلوا عشان تحجزوا للامتحان، هذا واحد. اذا هون لازم تسجل انت بالكوليدج بورد عشان تقدم الامتحان، التقديم بيكون عن طريق مؤسسه الكوليدج بورد حصرا، تمام. والافضل اللي بده يقدم ب 28/8، بده يقدم الامتحان القادم، انه يسجل من الان، يعني يسجل يعمل حساب من الان مشان يحجز موعد للامتحان. هذا من ناحيه الكوليدج بورد. ايضا في شيء اسمه خان اكاديمي، طبعا بجوز اغلبنا سمعان بالخان اكاديمي، كمان انا بنصحك تسجل هون، تمام. وبنصحك كمان تدرس كل الدروس الموجودين بالخان اكاديمي. طبعا اللي ما بيعرف، في اتفاقية تعاون بين الخان اكاديمي وبين الكوليدج بورد، ليك حتى الاتفاقية واضحة هون، اثنيناتهم متفقين مع بعض، اثنيناتهم عاملين اتفاقية مع بعض لدعم الطلاب، فاغلب الافكار الموجوده بالخان اكاديمي بتيجي بامتحانات الكوليدج بورد. فسجل بالخان اكاديمي والتزم بالدروس الموجودين فيها، الدروس الموجودين بالخان اكاديمي التزم فيهم. اذا صار في عندنا نقطتين، الكوليدج بورد والخان اكاديمي، وهي رابط الخان اكاديمي كمان راح ابعث لكم اياه. ثلاثة، بجوز اغلب الطلاب بيسالوا شو كتب السات الافضل اللي لازم ادرسها او شو لازم ادرس. شوف لو كتبت انك بدك كتب سات، لك هدول الكتب اللي ظهروا فقط، عندك عشرات الكتب، عشرات الكتب اللي بتدرس سات. عندك عشرات الكتب اللي بتدرس سات. كيفك نور؟ كيف صحة؟ نور تمام. فنحن انا راح اشتغل معكم على كتاب اسمه ميجرو هيل. هذا الكتاب راح اشتغل عليه انا، بس هذا ما بيعني انه هذا الكتاب هو الكتاب الكافي، وما بيعني انه هذا الكتاب هو الكتاب الافضل للطالب، لا. بجوز الطالب يرتاح بكتاب الباندا، او بجوز يرتاح بكتاب الكوليدج بورد نفسه، او بالبارون، او في عندك كتاب هون صعب كثير، كتاب الكابلان، هذا الكتاب ممكن هذا الكتاب يعجبك انت. طيب بس انت امتى تكون قادر تحدد هذا الموضوع؟ بعد 3 4 اسابيع، بعد شهر من الان، بعد ما تحضر ويصير عندك فكرة عن امتحان السات شو هو، ممكن انت تكون قادر على اختيار الكتاب اللي بيناسبك، انك تكون قادر على اختيار الكتاب اللي بيناسبك. طبعا بالنهاية كل الكتب عندها نفس الافكار، يعني كلهم عندهم نفس الافكار، نفس الدروس، بس تختلف طريقة التصميم، طريقة طرح الأفكار، طريقة التمارين بيختلفوا.
عموما اللي بشوفه انا الكتاب اللي لازم تدرسه اخر شيء هو كتاب البارون. كتاب البارونز لازم يندرس اخر واحد، هو اقوى كتاب فيهم، التمارين اللي فيه تمارين صعبة، جميل الكتاب جدا بس بندرس اخر شيء. تمام، طيب تم تفضلي. بارون. شكرا. هاك عم تسألين على اسم الكتاب، اسمه البارونز. طبعا كلهم انا عندي اياهم، يعني اي كتاب بتحبوا تاخذوه، طبعا قصدي بكلهم، قصدي عندي بارون وعندي باندا وعندي الكوليج بورد وشو عندي كمان، عندي الاسينك اذا بتحبوا، ما موجود هون الاسينك، هذول كلهم عندي اياهم. كيفك يا آلاء؟ تمام، الحمد لله. الحمد لله. آلاء ونور، أيام نور، وين أيام نور؟ أيام نور طلعت، أيام نور طلعت. عموما طيب إذا تفضل. الكتب انتم راح تبعثوا لنا اياها لو لا نحن لا نشتري؟ هلا، بالنسبة للكتب بالأصل، هي الكتب انت لو طلبت، هلا اللي عايش في تركيا، انا يعني مع الأسف كل خبرتي في تركيا، ما راح احكي عن باقي الدول، أستاذ، بس بالنسبة لي أنا، لو يعني يلا عايشة يلا انا راح هلا بجاوب واحد واحد. بالنسبه للي عايشين في تركيا، انت في عندك تعرف الترندويل او الهبسي بوردة، فينك تطلب من هون كتب، بس الكتاب بده تقريبا حوالي الشهر لحتى يوصل. تمام، فنحن بنبعث لك الكتب PDF وانت بتطبعهم، افضل خصوصا انت نزار موجود في تركيا، بتعرف الصفحه بخمس قروش، ايه يعني كثير رخيص الطباعه. بالنسبه للخليج مع الاسف الطباعه غاليه ومكلفه، ولكن الله غالب، يعني بتكون تطبعون اجباري. طبعا انا برسلهم PDF وارسلتهم، بجوز ارسلتهم على المجموعه ببدايه تاسيس المجموعه، وهلا برجع ابعتهم مره ثانيه، ما عندي مشكله لنشوفهم بس المجموعة كويس. بالواتساب؟ راح ابعتهم دقيقه شوي، موجودين. أنا ما دخل بالواتساب، ممكن اي مو تدخل. مشكله نزار، انت بعدين اذا أوكي. قررت انا بضيفك. هلا ابعت لكم الكتب. العفو أستاذ، يعني هاي الكتب تشمل الإنجليزي والرياضيات سوا؟ هلا اغلب الكتب الموجوده مثل كتاب الميكرو هيل او كتاب ال او كتاب البارونز، ايه بيكون موجود انجليزي ورياضيات. تمام، تمام. في كتب اخرى لا، مثلا مثل كتاب الباندا في عنده كتاب للرايتنج، كتاب للريدنج، وعنده كتاب للماس، كل واحد لحاله مفصله. تمام، والفوكابولاري؟ لا موجودين وين؟ هلا انت شوف، شاف، حلو كتير سؤالك، انت هلا عم تسال على شغله مخصصه كثير، يعني انت عم تسال هلا عن موضوع محدد، مثلا ممكن هلا انا خليني احكي بالرياضيات، مثلا ممكن تقول لي استاذ نعم. انا في عندي مشكله بالرسوم البيانيه، شوف يعني سؤالك كثير دقيق، فانت هون شو بتعمل؟ تبحث عن الموضوع بجوجل، لان انت عم تسال على شيء كثير محدد. تمام؟ تمام سعد، فمثلا هلا انت عم تسال عن اهم 400 كلمه، بعثت لكم الانسي مثلا 400 كلمه امبارح، بدك تسأل عن أهم 400 كلمة في السات، وعلى فكرة بدك كتير كلمات لحتى تكون ناجح بالإنجليزي تبع السات. أوكي، استخدم جوجل، في عندك مصادر رهيبة. شوف أنا على سبيل المثال، تمام. لو جينا لهون مثلا، جينا إنه سات براكتس، بتلاقي هون 229 مليون نتيجة. شفت، في عندك مواقع فقط بتدرس، فقط بتعطيك تمارين سات، فقط تمارين، انت هدول استعين فيهم. التمرين اللي انت ما بتفهمه اذا ما عرفته، لو كتبت هون الكلمات المفتاحية تبعه، تأكد انك راح تلاقي شرح عنه او راح تلاقي جواب عنه اقل شيء. فاستعين بجوجل كتير، استعين بجوجل، لانه هذا الامتحان عالمي، في له مصادر كتير. تمام، طيب هلا طبعا بقناة اليوتيوب انا هون مثلا شارح، حاطط 4 نصائح للطلاب اللي حابين يدرسوا سات، كمان فيكم تشوفوهم هدول بالقناة، بس اكتب نصائح مفيدة حول امتحان السات بيطلعوا موجودين عندكم. بس كان في حد عم يسألني عن موضوع، مشان الكتب راح ابعث لكم الكتب. ليش؟ أستاذي، أنا كان عندي سؤال، معلش. اتفضل. هو بالنسبة لامتحان السات نفسه، نعم، هل قوته تعادل قوة امتحان زي الآيلتس مثلا أو التويفل كقوة أو اعتراف به، وخصوصا فيما يخص الإنجليزي؟
اولا خلينا نميز بين الايلتس والتوفل والسات، ان امتحانين جدا مختلفين. راح احكي لك شو امتحان السات. امتحان ابي طور الماني، امتحان السات امريكي، امتحان ابي طور، امتحان اليوس التركي. هذول امتحانات اسمهم امتحانات دخول، امتحانات دخول الجامعه، امتحان القبول، امتحان الدخول للجامعه. والدخول في الجامعه لا يشترط لغه. شوف الدخول في الجامعات لا يشترط اجاده اللغه، عم بحكي عن تركيا انا. اما شو بيشترط؟ بيشترط عليك سات، بيشترط عليك يوس، بيشترط عليك شهاده ابي طور، بيشترط عليك شهادات، شهاده البكالوريا مثلا. اما اللغه بتيجي بعدين في المرحله اللي بعدها، بعد ما انت تنقبل. انت انقبلت خلصت، يلا بدك تبدا دراسه، بدك لغه. فهون اذا كان معك ايلتس، اذا كان معك توفل، اذا كان معك تومر، اذا كان معك شهاده لغه، بهالحاله هاي انت بتنعفى من سنه اللغه، او بصير خلص انت جاهز للدراسه. اذا في عندك امتحان قبول وفي عندك امتحان لغه، هن شغلتين منفصلتين. القبول شهاده الايلتس او امتحان الايلتس، امتحان التوفل، امتحان التومر، هدول مانون امتحانات قبول. يعني اذا الطالب معه 10 شهادات توفل ما بفوت على الجامعه، تمام. اما اذا معه شهاده سات وما معه لغه ابدا بفوت على الجامعه، وبعدين الجامعه بتقول له ادرس لغه وارجع، ما في عنده مشكله. فاذا امتحان السات هو امتحان قبول، اما امتحان الايلتس والتوفل فهو امتحان لغه انجليزيه، امتحان لغه فقط. طب حاليا امتحان السات هل يغنيك عن السنه الاولى اللي هي بتعلم فيها اللغه؟ لا. ولا على طول يدخل؟ لا ما بتغنيك، لانه امتحان السات انت اذا لاحظت ما فيه محادثه، ما فيه سماع، هو فقط عباره عن قراءه. حتى الجزء المخصص للكتابه للمقال الاسئله التغى، يعني ما مطلوب منك، تمام. فلا هو ما بيغنيك عن التوفيل عن الايتس. هو بس انا بتوقع انه اي طالب ياخذ علامه كويسه بالسات بالانجليزي ما راح يكون صعب عليه انه ياخذ علامه كويسه بالتوفل او بالايلتس، ما اتوقع الموضوع صعب. وبالنسبه للمهتمين بالدراسه في تركيا فالايلتس غير معترف فيه، فقط التوفل هو المعترف فيه. هي ملاحظه مهمه. تمام. عموما هلا نحن تفضل. حد لسه عنده سؤال؟ صحيح تفضلوا. ما هذا عندي اني قطعت المره الماضيه بالنسبة للكتب. أنا أعيش هنا في تركيا. إذا يعني أنت شوفي، إذا أنت عايشة بتركيا، أنت عايشة بقيصري، تمام؟ عندك احتمال يا تطبع الكتب بالمكتبة وهذا أرخص لك لأنه بياخذ فقط 5 قروش، أو إذا بدك نحن بعت لك إياهم فبتبعت العنوان ونحن بنتفق على التفاصيل فيما بعد. لا على راحتك. ما حسنا. تمام. وانا كمان فهمت. تفضل يوسف. كنت اول اول اسمع حضرتك قلت هنسجل في حاجه، ايه هي عشان الامتحان؟ بس ما سمعتك. هلا انا ليش بفضل واحد وقت يحكي يشغل الكاميرا بس مشان اقدر افهم عليه شو عم يقول؟ اول اجتماع حضرتك قلت هنسجل في رابط او موقع عشان ندخل الامتحان، ازاي؟ بعت لكم فيديو بيشرح شلون بتسجل. ليكوا الفيديو. طب ما احنا مسجلين اصلا في ال، بعت لك الفيديو. انت مسجل بالكوليج بورد؟ لا تسجل مره ثانيه. خلاص تمام. انت عم تحكي على الكوليج بورد؟ الكوليج بورد مو نحن، الكوليج بورد مؤسسه امريكيه، تمام. خلاص. عندي معلش سؤال ثاني. تفضل. حاليا ايه افضل موعد للتسجيل؟ يعني بما يتناسب مع نهاية دورة السات، يعني بحيث أخلص بس الدورة وأمتحن على طول، يعني إيه أفضل معاد إن أنا؟ لا الموضوع الأفضل إنك تسأل أنت أي صف حالياً؟ أنت في أي مرحلة؟ في أي صف؟ في المرحلة الثانوية في الصف 11. يعني السنة القادمة هي آخر سنة لإلك، صحيح؟ بالضبط، نعم. هلا معناها بهالحاله في عندك 4 امتحانات، شهر 8 وشهر 12 وشهر 3 وشهر 5، تمام؟ لا تقدم شهر 8 اغسطس، قدم الثلاثه الباقي، ثلاثه. قدم الثلاث امتحانات، قدم ثلاثه. عن الثلاث امتحانات المفروض انت تجيب علامه كويسه. 3 مرات راح تعيد انت الامتحان. تمام. يعني
موضوع زي الساد ده يعني هو المطلوب بالنسبة للناس اللي راغبين في المنحة التركية، يعني هو ده مطلوب كمان من البنود، يعني بند الباقي. المنحة التركية. أيوة بالنسبة للناس شوف، الراغبين. اذا انت هدفك هو المنحة، تمام، فانت لازم تنتبه انه المنحة تبدأ وتنتهي بشهر 2. تمام. معناها انت بالحالة هاي لا، صار بدك تقدم شهر 8 وشهر 12. فهمت علي؟ يعني صار بدك ما عاد تنتظر لشهر 3 وشهر 5. يعني لازم اقدم الامتحان يعني في شهر اغسطس ده اهو. لازم تقدم بشهر اغسطس كتجربة رقم واحد، وتقدم بشكل جدي بشهر 12 مشان تقدر تقدم على المنحة بشهر 2. تمام اما ماشي. من الشغلات الغريبة طبعا انه عندك انت الامتحان بيكون بعد المنحة، يعني هي شغلة طبعا جدا مزعجة وبشعة، انه انت عندك بعد ما يخلص تقديم على المنحة بتقدم امتحان السات شهر 3 و5. طبعا نفس الكلام ينطبق على اليوش. طبعا ده ما ينفعش اصلا. لا لا، غير منطقي، يعني شيء سيء جدا.